انا عبد الرحيم سليف، الاب ديال اسامه سليف اللي تعرض لهذاك الحادث في قصر الصغير. وكان واحد كان غادي للبحر هو ولد عمو، واحد السيد سكران بالطوموبيل ديالو طيحهم وما ناضوش خي ياخذوا الماتريكول ديالو، استدرجهم لواحد البلاصه لانه هو ابن المنطقه، واعتداو عليهم وضربوه بمستوى ديال الراس ديالو وطيحوه في الكوما. هو مازال دابا المهم ضربوه طيحوه، قام لي تما ضربوه بحديده ديال ما عرفتش شنو هي هذيك، المهم شي حاجه اللي ثقيله اللي اثرت فيها على الراس ديالو، فقد الذاكره. قام لي تما ساعتين عاد باش جات السياره تاع الاسعاف. المهم كانت واحد الصدمه كبيره عندنا. ودابا كنطلبوا من السلطات باش يدخلوا باش يحتقلوا هذاك السيد لانه باقي في حاله فرار، وكنطلبوا من السلطات باش يعاونونا ويستمعوا لينا، وما بغيناش هذا الشيء مازال يبقى يوقع لان هذا الشيء كيألمنا. انتشر واحد الفيديو كنظن بان الناس كلهم تابعوه وشافوه، وكنظن راه ما غاديش يعجبهم لان ما ماشي شي حاجه اللي كتعجب. وثانيا هذا الاجرام هذا ما خصوش يبقى، ما خصوش يبقى واحد التفرقه بيناتنا. علاش؟ حيت هو ولد من المدينه وواحد ساكن مدينه صغيره غيجيو يتجمعوا عليه ويديروا ليه بحال هكاك، ما راه ماشي معقول. وهاد الناس حنا كنطلبوا من السلطات باش يتدخلوا في هاد سميتو في اسرع وقت، لان الدري عندي انا كان صحيح وكان مزيان وكان دابا هو مليح في الفراش. كيفاش غنديروا حنا؟ كيفاش غندير ليه دابا باش نوقفوه ونرجعوه كيما كان؟ واحد باقي مازال كيدور تما كاين، وحتى السلطات هذوك اللي كاينين تما كي راه كيعرفوه نورمالمون خاصهم يشدوه، لان صايك طوموبيله وسكران وكيجبد القراعي عامرين ديال الشراب وكيضربهم بهم. المهم حنا عندنا الثقه في العداله ديالنا، وكنظن بان المسطره القانونيه غادي دير الشغل ديالها. و كنطلبوا من الوزير العادل حتى هو يشوف سميتو، لان هذه اصبحت قضيه راي عام ماشي ديالي انا بوحدي. هذاك راه ماشي ولدي، راه ولد الشعب حتى هو. هذا هو اللي غنقول لكم، وشكرا.